أنا أتوب. كفوا أيديكم. أتوب لأني لم أعبد الله كما ينبغي، وأتوب إلى الله لسكوتي لسنوات عديدة على ظلمك للمحرومين والمساكين. أتوب إلى الله على ذلك. هدئ من روحك يا صاحب الفخامة. شكرا. فرجال التعذيب يؤدون مهمتهم بأحسن شكل. يجب أن يتوب هذه الليلة. هذه الليلة. أسمعت؟ الليلة. لماذا لا تخلصون أنفسكم؟ ماذا أصابكم؟ منذ مدة ونحن نفكر بخلاص أنفسنا، ولكن بالخلاص من هذه الدنيا. من هذه الدنيا إلى أين؟ إلى عالم الملكوت، إلى جوار الله تعالى. أقسم بالله أني سئمت هذه الدنيا. إنكم مجانين. أتستبدلون هذه الدنيا الجميلة بملكوت ليس من المؤكد وجوده؟ ترى لماذا؟ إنه موجود يا فدياس، إنه موجود. فآلاف الأنبياء الصادقين لا يعدون كذبا. ولنفترض أننا عشنا لأيام أخر مقابل أي شيء، مقابل اتباع وطاعة الطغاة وآلهتهم المزيفة. ولو تركنا إلهنا واتبعنا آلهتكم أنتم، ألا نموت؟ وهل خلد إنسان كي نخلد نحن؟ إذا قتلتم ووجدتم أن كل شيء سراب، ماذا؟ وكيف إذا وجدتم الله الذي تقولون إنه موجود غير موجود، وليس هناك ملكوت ولا جزاء ولا معاد؟ عندها ماذا تفعلون؟ وإذا كان كل شيء موجودا؟ تيقنوا أن ليس هناك حقيقة. لو كان إله المسيح موجودا حقا وكانت هناك حياة أخرى بعد الموت، فما الذي سنخسره؟ أرأيت كيف أنهم يثنون على الله بعشق، وكيف أنهم أهانوا آلهة الرومان مع أنهم لا يعتبرون أنفسهم سوى عبيد لله. أنا أعرف إلهك، فهل تعرف أنت إلهي؟ كلا، أنا لا أعرف إلهك. لو كنت تعرفه حقا
لأعطيتني الحق في أن أشتاق له أكثر من هذا. أيها الجندي، نادي جوليوس، سأجبر هؤلاء الليلة على التوبة. سمعا. اللهم اجعلنا من الثابتين على صراطك، وأعنا على بذل أرواحنا في سبيلك، ومن علينا بالصبر والثبات. فالحقيقة أنا لا أكن لآلهة الرومان أي مودة، ولا أعرف إلهكم، لكني أظن أن إلهكم إله حقيقي، إذ إن له أتباعا مثلكم. ماذا تفعل يا فدلاس؟ أهرب فورا من هنا. هل فكرت بنفسك؟ نحن لسنا مستعدين لتعريضك للخطر مقابل إنقاذنا. هل ينبغي للإنسان أن يفكر بنفسه دائما؟ نعم، عليه أن يحافظ على نفسه دائما. وهل فكرت هذه الليلة أمام الإمبراطور بنفسك؟ نعم، لقد قررنا أن نفدي أرواحنا لإلهنا. ولما تفعل أنت ذلك؟ لا أدري. وهل إن إلهكم سيقبلني؟ أجل سيقبلك، ولكن عليك أن تؤمن به أولا. كيف يمكنني أن أؤمن به؟ اقرأ معي. أنا فدياس. أنا فدياس أشهد أن لا إله في هذا الكون سوى خالق السماوات والأرض. أن لا إله في هذا الكون سوى خالق السماوات والأرض. إله إبراهيم، إله موسى. إله إبراهيم، إله موسى. إله عيسى وإله آخر الأنبياء الذي ينتظر العالم ظهوره. إله عيسى وإله آخر الأنبياء الذي ينتظر العالم ظهوره. الإله الذي أرسل كافة الأنبياء لهداية البشر. الإله الذي أرسل كافة الأنبياء لهداية البشر. اتبعوني. عجلوا، اخرجوا من الباب الخلفي للقصر فإنه مفتوح. عجلوا، أسرعوا. هاي فدياس، اذهبوا أنتم. توقفوا.
افتح الباب يا فدياس. هلا اذهبوا انتم. فدياس ايها الخائن، ما الأمر؟ ماذا يحدث هنا؟ لقد ساعد هذا الخائن وأعداء الإمبراطور على الهرب. اذهب اذهب وقل لصاحب فخامة جوليوس انه ساعدهم على الفرار. الهي اقبل فدياس مع أنه آمن بك قبيل موته. لقد هرب السجناء، لقد هرب السجناء، لقد هرب السجناء، لقد هرب السجناء. يا صاحب الفخامة، يا صاحب الفخامة، حدث أمر خطير. اخفض صوتك، اهدأ، تكلم الآن. فدياس ساعد السجناء على الهرب. وأين كان حراس السجن آنذاك؟ ها؟ كان فدياس قد اتفق معهم. ماذا هناك يا صاحب الفخامة؟ أحد القادة الخونة ساعد السجناء على الهرب. يبدو أن كافة القادة بهذا القصر هم من الخونة. لا تقلق يا سيادة تيماتوز، إنهم لا يستطيعون الهرب. جوليوس، لقد فر السجناء، ابحث عنهم في أرجاء المدينة، راقبوا كافة بوابات المدينة. من أي جهة هربوا؟ من البوابة الخلفية للقصر. لنذهب.
هاي. من هنا. أنتم اذهبوا من هنا والبقية يتبعونني. تعالوا. لا تدعوا أحدا يخرج من هنا. سمع. احملوا دروعكم وانتبهوا جيدا. لقد ضاعفوا عدد حراس البوابات. انزلوا وانتبهوا جيدا. بهذا الشكل لا يمكن الخروج من البوابات. لا تقلقوا أيها الأصدقاء، سنذهب إلى منزلي. ولكن أول مكان يفتشونه هو بيتك. ليست لنا قدرة أبدا على مواجهة جنود جوليوس. سوف نقاوم، نحن لا نهاب الموت. لا تنسوا لطف الله، فإنه سيعيننا دون شك. إذن أسرعوا، يجب أن نذهب إلى هناك قبل أن يصل جوليوس وجنوده. لنذهب. من الطارق؟ افتح يا جالوس،
افتح. يا إلهي. يا إلهي. ادخل. صاحب الفخامة ماكسيمليانوس. يا إلهي. يا إلهي صاحب الفخامة. سيدتي هيلر. اهدأ اهدأ، ماذا تفعل؟ اهدأ اهدأ يا جالوس. قبل كل شيء أعد لنا بعض الزاد للطريق. أمر لا يصدق، علي أن أخبر سيدات. سيدتي هيلين، سيدتي هيلين، لقد جاء سيدي ماكسيمليانوس. ابنتي. أبتا. عزيزتي. أبتا. ولدي العزيز. اغسلوا أيديكم ووجوهكم. أنني على يقين من أن كل ما حدث كان بإرادة الله. أبتاه. نعم يا عزيزي. أسرعوا، تعالوا جميعا إلى المكتبة. لقد وصلنا إلى آخر الطريق، سيأتي الجنود الآن ويعثرون علينا هنا في المكتبة. يا صاحب الفخامة ديمسيوس، ادخل للمكتبة لترى رعاية الله. أسرعوا أسرعوا، تعالوا بسرعة بسرعة، لتبقى السيدات هنا ولا يدخلن المكتبة مهما كلف الأمر. هيلين، إذا جاء الجنود لا تسمح لهم بالدخول حتى يدخلوا عنوة، لتكن أمامنا فرصة كافية. وأنت يا جالوس، ستكون مهمتك بعد الآن كبيرة، كن حذرا. سمعا. أستودعكم الله. في رعاية الله. أستودعكم. أسرع يا صاحب الفخامة أسرع، سيصل الجنود. أسرع. في رعاية الله. أسرع. لماذا تأخرت؟ سيصل. لماذا تقفون هكذا؟ أسرعوا وافتحوا الباب، ساعدوني لإزاحة المكتبة جانبا. تعالوا. إنه طريق سري. أسرعوا يا أصحاب الفخامة، لقد وصل الجنود. أسرعوا أسرعوا. لنذهب. هيا هيا لندخل. هيا هيا هيا. أوصد الباب يا جالوس. افتحوا الباب. أسرع يا جالوس، لقد كسروا الباب. أسرع أسرع. حسنا لقد جئت، لا تقلقي يا سيدتي. أوه، لم أغلق الباب. توقف يا سيدتي. أيتها السيدات، تظاهرنا بأن كنا لم ترين أحدا ولم تسمعن شيئا عن أزواجكن. حسنا افتحوا الباب. من أنتم؟ ما الذي حدث؟ افتحوا الباب يا سيدتي، يجب أن نفتش البيت. لن تفتح الباب حتى تقولوا ماذا تريدون. أنا أصدق أنك لم تعلمي بالأمر. أي أمر كان ينبغي أن أعلمه؟ لقد هرب زوجك من السجن مع رفاقه. إن كان حقا ما تقول فهذا يستحق الشكر. ولكن من يدري، لعلك تكذب. أكذب؟ ولما أكذب؟ لعلكم قتلتموهم وتريدون بهذا الشكل حرف أذهان الناس. أنا على يقين من أنه هنا، وأنت على علم بذلك. تيقن من أنه ليس غبيا مثلك، حيث يلجأ بعد الفرار إلى مكان هو أخطر من أي مكان آخر. إن لم تفتحوا الباب فسنكسره.
لا يستبعد ذلك من متوحش مثلك. اكسروا الباب. يا إلهي، سيكسرون الباب. افتح الباب يا جالوس. سمعا. ماذا تفعلون؟ سأفتحه. ما معنى ذلك؟ ما الخبر؟ ماذا حدث؟ لما تكسرون الباب يا صاحب الفخامة؟ أين هم؟ من هم؟ عمن تبحثون يا صاحب الفخامة؟ أتظن أنك فطن؟ فتشوا كل مكان. ابحثوا. خذ. يا تلميخة، اصبر قليلا، يجب ان نفتح هذا المنفذ. خذ، إنه منفذ إلى الخارج. إذا لما تركته مفتوحا؟ لكي يظن أننا هربنا من هنا. هناك منفذ آخر قرب سور المدينة، سنذهب إليه. أسرع لنذهب. كيف أنتم هنا؟ وأنتم اذهبوا من هناك. رائع. حسبما أعتقد أنتن زوجات أصحاب الفخامة الهاربين، أليس كذلك؟ حسنا، ماذا تفعلن هنا؟ أيعتبر ذلك جريمة؟ لا لا، ليس بجريمة، ولكنه يمكن أن يكون دليلا على وجود أزواجكن هنا. وجودنا مع بعضنا البعض يهون علينا المصيبة. أرجو أن يكون هذا هو السبب. تعالوا معي. فتشوا كل مكان. أعثرتم عليهم؟ لا يا سيدي، كأنهم غير موجودين. لا يمكن فتح هذا الباب. إلى أين يؤدي هذا الباب؟ هنا. هنا لا شيء يا صاحب الفخامة، إنها مكتبة. تنحى. افتح هذا الباب. قلت لا شيء يا صاحب الفخامة، إنها مكتبة.
أرأيت يا صاحب الفخامة، إنها ليست سوى مكتبة. تعالوا وأزيحوا المكتبة جانبا. أتوني بمشعل. تعالوا. يجب فتح هذا المنفذ. خذ. خرجوا من هنا يا سيدي. لا، يبقى ثلاثة منكم هنا ويتبعني الباقون. هيا.
لن ندعهم يفلتون من قبضتنا. أسرعوا. إنهم ما زالوا في المدينة، لا يستطيعون الفرار من قبضتي. اتبعوني. اذهب يا غالوس، اذهب. رعاك الله. أرأيتم لطف الله يا إخوتي؟ حسنا، إلى أين نتوجه الآن؟ لنتجه الآن إلى الغابة، وقبل أن يلحقوا بنا يجب ترك هذا المكان. لنذهب. لا لا، لنأخذ الحبل معنا، إن اكتشفوه سيتبعون أثرنا. لنذهب بسرعة. هيا. شكرا لك يا إلهي، شكرا لك يا إلهي. أبشرك يا سيدتي، لقد عبروا السورة أيضا. شكرا لله، الحمد لله. يا صاحب الفخامة، يقولون أن فدياس ساعد السجناء على الهرب وأصاب ماتيوس بجروح. وأين فدياس الآن؟ إنه قتل، والمجرمون انتهزوا الفرصة وهربوا. أيها الخبثاء الأراذل. يا سيد جوليوس، ما الخبر؟ لقد تبعتهم حتى بيت ماكسيميليانوس. والنتيجة؟ وصلنا متأخرين، إذ هربوا من طريق سري في بيت ماكسيميليانوس. هربوا؟ إنهم لا يستطيعون الهرب من المدينة ليلا يا جوليوس. اسمع،
يجب أن يكونوا عند الصباح وقبل استيقاظ الإمبراطور ها هنا. أفهمت؟ سمعا. ماذا لو لم يعثروا عليهم؟ وماذا لو خرجوا من المدينة؟ آه يا جوبيتير، بماذا سأجيب الإمبراطور؟ بماذا؟ هاي توقفوا، اذهبوا أنتم من هناك، وأنتم من هنا، والبقية يتبعونني. هيا. من أين تعرف هذا الراعي يا سيد ماكسيميليانوس؟ تعرفت عليه من مدة قريبة، ولكن كأني أعرفه منذ سنوات. أتظن أن بيت هذا الراعي هو ملجأ مناسب لنا؟ أجل. عجبا لأمر هذا الكلب، الكلاب تنبح عند رؤية شخص غريب، لكن هذا الكلب ليس كذلك. قد يكون لأنه شاهدني مرة مع صاحبه. من الطارق في هذا الوقت؟ أنه صوت أنطونيوس. أتيت. صاحب الفخامة ماكسيميليانوس، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ تحية لأنطونيوس الطيب، ألا تريد ضيوفا لم تدعهم؟ هذا البيت الصغير لا يليق بأشراف مثلكم، لقد مننتم ونورتم بيتي، تفضلوا رجاء على الرحب والسعة. ادخلوا. تفضلوا. ادخلوا. تفضلوا رجاء. تفضل. 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 أهلا بكم، بيتي البسيط لا يناسب الأشراف، أرجو المعذرة. نحن نفتخر لكوننا ضيوف أنطونيوس الطيب والعطوف. ليت أبي كان حيا ليرى هؤلاء الأشراف عندي. لعل ديقيانوس أيضا اعتنق المسيحية. من الأفضل أن نقول لك الحقيقة يا أنطونيوس. تفضل. إننا لسنا ضيوفا، ولكننا هاربون، هاربون من ديقيانوس وجنده. هربتم؟ ولماذا؟ بجريمة إهانة الإمبراطور وآلهة الروما. لقد كشفنا وأمام الإمبراطور عن عقيدتنا وأربكنا الحفل الذي كان قد أقيم على شرف الإمبراطور. لا يمكن تصديق ذلك، وقفتم بوجه الإمبراطور أنتم، وكيف هربتم من بين كل أولئك الجنود؟ أيمكن ذلك؟ قصتها طويلة. أنا قلت لأصحابي لعلك تستطيع مساعدتنا. أنا؟ نعم، إنني أفتخر في تقديم الخدمة لصاحب الفخامة ماكسيميليانوس وأصدقائه الأعزاء. نحن من مستشاري ديوكليتيانوس، أتعرف ما هي عقوبة من يساعد على إخفاء أعداء الإمبراطور؟ ليكن ما يكون، فليس عندي أحد، ومساعدتكم على الاختفاء هو أبسط ما أستطيع تقديمه لكم يا أصحاب الفخامة. ولكني أتصور أن بقاءنا هنا سيشكل خطرا على أنطونيوس، إن فيلادلفيا لا تبعد عن هنا كثيرا، وإنني متأكد من أن الجنود سيصلون إلى هنا غدا. لو سرتم على الأقدام شهرا كاملا لما خرجتم من أراضي الإمبراطورية الرومانية،
لقد تعلمت الكثير من السيد ماكسيميليانوس، وتأثرت بأخلاقه إلى حد أنني أصبحت مستعدا لمواجهة أي خطر من أجله ومن أجل أصدقائه. بإمكانكم البقاء في هذا البيت الصغير ما شئتم، هو كما ترون إنني وحدي هنا. يا أنطونيوس. نعم. لماذا تعيش لوحدك هنا؟ أين زوجتك وأطفالك وأقرباؤك؟ ليس لي زوجة وأطفال. كنت قد أقدمت على الزواج، وكل بيت ذهبت إليه قالوا إنهم يعطونني أغنامهم فقط لا بناتهم، وأن بناتهم لسنا أغناما. كأنهم ظنوا أنني أريد أن أخذ بناتهم للمرعى بدلا من الأغنام. إذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ما الأمر؟ ماذا حدث لصاحب الفخامة ماكسيميليانوس؟ أرى صاحب الفخامة غارقا في التفكير. أؤووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الكهف؟ ما الذي حدا بك للتفكير بالكهف؟ لا أدري، لكني أشعر أن نداء ينطلق من أعماقي أن ألجأ إلى الكهف. وأين هذا الكهف الذي تتحدث عنه؟ إنه مكان خلوتي، جبل أنجلوس، ذلك الجبل المجاور. أجل، أهو مكان آمن؟ يجب أن نذهب، لعل الذي زمام أمورنا بيده أجرى ذلك على لساني. لقد استيقظ أهل القرية، والأفضل أن تمكثوا هنا يا أصحاب الفخامة. لو بقينا هنا سيعثر علينا الجنود. من الطارق؟ أن يكون الطارق. بهدوء بهدوء، لا تقلقوا، لعل أحد أهالي القرية يريد معرفة سبب تأخري. تناولوا أنتم اللبن وسأعود حالا. أتيت. أين أنت يا أنطونيوس؟ ألا زلت نائما؟ ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟
أهل القرية ينتظرونك لأخذ أغنامهم إلى المرعى يا أنطونيوس. ألا تريد اليوم الذهاب للمرعى؟ بلى سأذهب. اذهب أنت وسآتي أنا. حسنا أسرع. اذهب أنت حتى لا ينتظر الناس أكثر. اذهب وسآتي أنا. أتيت؟ من كان؟ أحد أهالي القرية ولقد ذهب. يبدو أن الطريق خالية وبإمكانكم أن تخرجوا الآن يا أصحاب الفخامة، ولو سمحتم فسأرافقكم أنا أيضا. أين؟ لماذا تريد مرافقتنا؟ أمن الضروري أن تعرض نفسك للخطر؟ بما أنني لم أوفق مثلكم لتحطيم الأصنام فدعوني على الأقل أن أرافقكم، إضافة إلى أنكم بحاجة لمن يخدمكم. إنك صديق وأخ لنا، وليس هناك داع لمجيئك معنا، فإنك لم ترتكب أي ذنب. ليس من السهل أن أترككم مع أنني حديث العهد بمعرفتكم. لن نأخذك معنا، ولا فائدة من إصرارك. يسرنا كثيرا أن تكون معنا، أما لو ألقوا القبض علينا فسيرجمونك معنا. لما تريد أن ترجم بدون ذنب؟ أيها الأخوة، لنخرج الواحد تلو الآخر، وسأسبقكم بالخروج لأرشدكم إلى الطريق الصحيح. أنطونيوس، أستودعك الله. في رعاية الله. أستودعك الله يا أنطونيوس. في رعاية الله. أستودعك الله. في رعاية الله. رعاك الله. حفظك الله. في رعاية الله. ماذا هناك؟ من هم هؤلاء الذين يصعدون الجبل؟ إلى أين يذهبون؟ إنهم غرباء. هاي تحرك. إن لحياتي هذه القيمة؟ كلا كلا، لا أتصور ذلك. لعلي لا أليق بمرافقة أولياء الله، إنهم يضحون بأنفسهم في سبيل الله وغايتهم الوصول إلى الله، أما أنا فأركن إلى هذه الدنيا الزائلة وأقضي كل عمري عليها. كاميتيريو، إنهم رفضوا الآلهة والأصنام واتجهوا إلى الله تعالى، أما أنا المسكين فقد انشغلت بهذه الدنيا الفانية. لعلي لو كنت قد أصررت أكثر لقبلوا. ألا تظن ذلك يا كاميتيريو؟ أليس من الأفضل أن أتبعهم يا كاميتيريو؟ صحيح إنك حيوان لا تعقل الأمور وتهز رأسك دون إرادة، لك الحق. أما أنا فأعقل الأمور وأعلم أن طريقهم هو إلى الله تعالى، فلماذا أبقى هنا؟ يجب أن أذهب. كاميتيريو، عليك أن تبقى مع قطيع الأغنام وتراقبه لحينما يأتي أصحابها. عد يا كاميتيريو، عد، اذهب، ارجع ارجع. هيا
كاميتيريو. ارجع يا كاميتيريو، أما زلت تتبعني؟ عد، يا لك من حيوان لا يفهم الكلام. ارجع يا كاميتيريو، عليك أن تراقب الأغنام. ارجع، فالقطيع بحاجة إليك. ارجع ارجع يا كاميتيريو، ارجع، القطيع بلا راع. ارجع. اجلسوا اجلسوا اجلس هنا، وأنت اجلس هنا، هات يدك لأساعدك. كيف عثرت على هذا المكان؟ ألم يكن هناك مكان آخر سهل الوصول للعبادة والاختلاء؟ كان السيد ماكسيماليونوس يعلم أشياء نحن نجهلها. أنا أيضا لا أعلم شيئا، وكل ما أعلمه أن هناك حكمة في ذهابنا، وأن هذا الكهف يا أصدقائي له منفذ واحد لا أكثر، وإن وصل العدو إلى الكهف فليس هنالك منفذ آخر للهرب، إلا أنني مطمئن للقلب. ولكنك سبقتنا بالوصول يا صاحب الفخامة. طريق الوصول إلى الله ليس سهلا ولا يسيرا. يبدو أن ماكسيماليانوس لم يختر هذا الطريق بإرادته. يبدو أن هناك إرادة أخرى تسوقنا إلى هذا الطريق. إلهي، كيف تخاطب البشر؟ كيف يكون هذا الحقير مخاطبا من قبلك؟ إنني أشعر أننا لا نسلك هذه الطريق بإرادتنا. نعم، هو كذلك. من الأفضل أن نواصل الصعود. ما الذي جاء بك إلى هنا؟ أنا يا صاحب الفخامة، إن أردتم الحقيقة، عندما رفضتم اصطحابي توجهت إلى الله وطلبت الإذن منه. هل إن الله هو الذي أمرك بالمجيء إلى هنا؟ إنه قال لي ذلك، قال اذهب في طريق الصالحين، وبما أنكم لا تقبلون أن أرافقكم اضطررت أن آتي من طريق آخر كما ترون. وأخيرا التحقت بنا. لم أقصد الوصول قبل الصالحين، لقد اضطررت لذلك. وأخيرا فعلت ما تريد. حسنا، ما دمت تبحث عن المتاعب فلا مانع، بإمكانك البقاء معنا. أشكرك. إنه كاميتيريو. كاميتيريو اذهب. لماذا جئت يا كاميتيريو؟ عد، لما أتيت؟ ألم أقل لك ابق مع القطيع؟ أخشى أن يفشي هذا الكلب أمرنا. لما لا تذهب يا كاميتيريو؟ إياك أخاطب. عجبا لك، عد، لماذا؟ لا لا، لا ترجمه يا أنطونيوس، دعه يأتي. إنكم اليوم تتلقون الأوامر من جهة أخرى، لعله هو أيضا يسير نحو ما نسير إليه. أتتصور أن تعلقه بالله أقل منك يا أنطونيوس؟ دعه وشأنه، دعه وشأنه. كاميتيريو تعال، تعال يا كاميتيريو، تعال
هيا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رائع، إن ذوقك جميل جدا يا صاحب الفخامة. إنه كبير وهادئ. هناك منفذ على ما يبدو. كلا، إنه مغلق. أيوجد منفذ آخر لهذا الكهف؟ كلا، لا يوجد. لقد أخبرتكم. كيف يمكن أن تكوني تجهلين وجود دهليز سري في بيتي؟ أنا أجهل وجوده. لقد هربوا عبر الدهليز السري، ألم يخبرك إلى أين سيذهبون؟ لقد لاحقهم جنودك عبر الدهليز، فلما لم يعتقلوهم؟ إنك متفقة معهم وشركتهم في الجريمة، وضعف جنود لن يخفف من جريمتك أنت. أنا زوجة ماكسيميليانوس فقط، وأعماله تتعلق به لا بسواه. كوني مطمئنة، إنه لم يعد هناك وجود لماكسيميليانوس ليكون لك زوجا. على أي حال، لقد هرب من قبضة قائد عاجز مثلك، متى ما عثرت عليه تعال وثرثر. إن لم نعثر عليه فعلي أنك ستعاقبين وستصلبين بدلا عن إذا لم ترشدين إلى مكان اختفائه. أنا أجهل محل اختفائهم، وفعل ما أنت فاعل. هيلين، إنك تسيئين استغلال عطف الأبوة يا هيلين. دعها تذهب يا صاحب الفخامة، إنها طعم جيد لإيقاع ماكسيميليانوس في الفخ. اهدأ يا صاحب الفخامة، فالنساء على دين أزواجهن، اتركها وشأنها لبعض الوقت. إن الهدوء والسكون يكتنفان هذا الغار. كل يا كلبي الوفي، كل. إن حالفنا الحظ ولم تقع لنا مشكلة عن قريب، فسنكون في ضيافة الله لعدة أيام إذا نفد طعامنا. أولم نكن ضيوفه حتى الآن؟ نحن لا نخلق شيئا بعملنا وسعينا، وإنما نجمع نعم الخالق ليس إلا. في الحقيقة، إن الذي استضافنا هيأ لنا كل شيء، وإن تطلب الأمر فسيمن علينا بعطاياه. مع وجود الطعام وعدم وجوده، فلن نبقى أكثر من عدة أيام. لو عثر علينا الجنود في هذا الكهف فسيدفنوننا هنا. إن لمن جاء بنا إلى هذا المكان حكمة في ذلك، وإرادته فوق كل إرادة. أتسمح لي يا صاحب الفخامة ماكسيميليانوس أن أسألك عن شيء يشغل ذهني منذ مدة طويلة؟ سأكون مسرورا إن تمكنت من الإجابة. لما تحجب ظلمة الباطل نور الحقيقة دائما؟ ولما لا يجعل الله القادر الحق منتصرا غالبا بقدرته؟ ولما لا يظهر آية تجعل الجميع يؤمن به لكي لا يبقى لأحد مجال للشك؟ أتحب أن يسلبك الله أهم صفة للكمال وهي الاختيار؟ أتحب ذلك؟ إن كنا قد وقفنا إلى جانب الحق ضد الباطل باختيارنا، فإننا وباستفادتنا من صفة الكمال خطونا نحو طريق الإيمان، وإلا فإن الإيمان بدون إرادة موجود عند بقية المخلوقات. ألا تظن أن تسلط الوثنيين وظلمهم وإشاعتهم للفساد هو مخالف لإرادة الله؟ أم إن مشيئته اقتضت أن يكون الحق مقهورا أمام الباطل دائماً؟
لا أدري، لا أدري كيف سيتم انتصار الحق على الباطل، إلا أنني أشعر أن الباطل كالزبد يعلو سطح الماء، وفي النهاية سوف تظهر الحقيقة. جملة من الإنجيل يرددها ماكسيميليانوس دائما، تقول أن الحقيقة التي كنا نخشى قولها حتى في الخفاء ستعلن يوما أمام الملأ، وما آمنا به في الخلوات سينادى به يوما على رؤوس الأشهاد. يعني هل سيأتي اليوم الذي ينتصر فيه الموحدون على الكفار الوثنيين؟ ولكن كيف؟ كيف يا ماكسيميليانوس؟ لا أدري، لا أدري كيف. لا شك في أن ينتصر الحق، وقد لا يحدث ذلك في زماننا، بل يحدث في عهد الأجيال القادمة. ما هذا الصوت؟ أشعر أننا لسنا لوحدنا، كأن هناك ما يراقبنا. أحس بنعاس شديد، لا أدري هل أشعر أنا فقط بالنعاس والتعب أم أنتم كذلك؟ إنني أحول بصعوبة دون إسدال أجفاني. يجب أن يبقى أحدنا مستيقظا ليراقب المكان. خذوا أنتم قسطا من النوم، أن سهر الليلة الماضية وقطعنا لهذه المسافة من الطريق قد أجهدنا، إذا ناموا أنتم. يا صاحب الفخامة ماكسيميليانوس، لقد نمت مدة لا بأس بها ليلة أمس ولست متعبا مثلكم. نم أنت وسأبقى أنا مستيقظا. حسنا يا أنطونيوس، حسنا. ناموا. لا أدري أنا لما أشعر بالنعاس. النعاس خارج عن إرادتي. إلهي، كيف ينتصر الحق على الباطل؟ كيف؟ لما غلبني النعاس؟ أريد أن أنام، ألا تنام يا كاميتيريو؟ لقد ناموا بسرعة. ها؟
عجبك يا كاميتيريو، تنام وعيناك مفتوحتان، لم أرك تنام هكذا لحد الآن. كم أحس بالنعاس. لقد وعدتهم بأن أحرسهم، لكن النعاس لم يدعني. أتمنى أن لا يحدث شيء. للحظات قليلة يكفي أن أنام، للحظات قليلة ثم أستيقظ لأواصل الحراسة. آمل أن يسامحني صاحب الفخامة ماكسيميليانوس. الأمر ليس بيدي، لقد تغلب علي النعاس. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. يا صاحب الفخامة، إن ماتيوس يريد إذنا بالدخول. ليدخل. يا صاحب الفخامة، لقد رأى قروي الهاربين، والجند يسعون الآن للقبض عليهم. أين رآهم؟ في قرية تدعى الرقيم قرب فيلادلفيا. أحسنت يا ماتيوس، أحضر عربتي، سأذهب إلى هناك بنفسي. لنذهب، فالراعي ليس في بيته ولا وجود للأغنام والمشير. عجبا، كيف تعرف أنطونيوس عليهم؟ لعله لم يكن يعرفهم واصطحبوه كدليل يرشدهم على الطريق. ولكن لا أظن أن أنطونيوس كان مثلهم، إذ لم أسمعه يوما يذكر اسم الآلهة، ولم أشاهده يقدم القرابين لها. لقد كان إنسانا طيبا على أي حال، إذ عمل راعيا لعدة سنوات في هذه القرية ولم تصدر عنه أي خيانة. الواضح أن ذنبهم عظيم جدا، وإن ألقوا القبض عليهم سيقتلونهم. حاصروا الجبل كي لا يبقى لهم منفذ للفرار. يا صاحب الفخامة، هذا هو الذي رأى الهاربين. حسنا يا رجل، قل لي ماذا رأيت. أثناء مروري اليوم عند سفي أنجلوس لفت انتباهي عدة أشخاص يصعدون إلى الجبل. كم كان عددهم؟ 5 أو 6 أشخاص، لست متيقنا، لكني علمت أنهم غرباء. كيف علمت ذلك؟ أنا أعرف أهالي هذه المنطقة يا صاحب الفخامة، إن لباسهم يختلف عن لباس أهل هذه المنطقة، وذلك يدل على أنهم ليسوا من هنا وأنهم قادمون من المدينة.
وفي البداية فكرت أن أتبعهم لأعرف ماذا وراءهم، لكني تركت ذلك فيما بعد. كيف علمت أنهم قادمون من المدينة؟ كانوا يرتدون ملابس فاخرة، فتعجبت ماذا يفعلون هنا، ولم أدري ماذا أفعل، ولأن الأمر لا يتعلق بي تركته، حتى علمت الآن من الجنود أنهم هاربون. أنا على يقين لولا وجود هذا الرجل لما تمكنتم من العثور عليهم بهذه السرعة يا جوليوس. إن هذا الشخص يستحق المكافأة. أشكرك يا صاحب الفخامة، أشكرك. أسرع يا جوليوس وأصدر الأوامر بمراقبة أطراف الجبل بدقة، أفهمت؟ نفذوا الأمر بسرعة. تحركوا أيها الجنود، وأنت تعال معي. سنتمكن منهم بلا شك، سنتمكن منهم. لا أظن أنهم موجودون هنا. سيدي لقد رأيتهم بعيني هاتين. إنني متفائل جدا، يجب أن أكون متفائلا، وإلا فإن دقيانوس سينهي أمرنا. لنذهب. ما الذي يضمن وجودهم هنا حتى الآن؟ إن كانوا قد جاءوا إلى هنا فإنهم موجودون حتى الآن، فلعل هناك مكانا للاختفاء في هذا الجبل. إن هناك كهفا كبيرا في هذا الجبل. هل يبعد كثيرا؟ لا، إنه قريب. إذن لنذهب. ما الذي يثبت صحة كلام هذا القروي من أنهم ما زالوا هنا؟ لا تتعجل، يجب أن ننتظر. جوليوس؟ نعم. أتظن أنهم موجودون هناك؟ أنا على يقين يا صاحب الفخامة. طبقا لما قاله القروي إنهم 5 أو 6 أشخاص يرتدون ملابس فاخرة، ما يكون غير هؤلاء؟ ليس أمامهم طريق للهرب. رأيته هناك، الكهف هناك، هناك. تعالوا جميعا، تحركوا بهذا الاتجاه. هل هم في الكهف؟ لا أدري. لقد انتهى كل شيء، إنكم محاصرون، اخرجوا، لا مناص لكم من الخروج، اخرجوا، لا سبيل للفرار. لا أمل لديكم، اخرجوا. أنت وأنت ادخلوا، احذروا.
رأيتهم مضطجعين. قل بهدوء لا رأيت وأعينهم مفتوحة. إنهم قل بهدوء ماذا رأيت؟ إنهم أموات أموات كلا إنهم أحياء أحياء. أتحسب نفسك جنديا شجاعا أيها الأحمق؟ الهاربون هنا، الهاربون هنا. يا صاحب الفخامة، لقد عثروا على الهاربين وهم الآن محاصرون داخل الكهف. اتبعوني أيها الجند. هذه الأراجيف التي تتصنعونها أيها البلهاء، أنتم جنود أم مهرجون؟ لما لا تستطيعون الاقتراب منهم؟ ما معنى هذا؟ قولوا لي ما معنى هذا. ماذا يقول هؤلاء يا جوليوس؟ أتسخرون مني يا جبناء؟ صدقني يا صاحب الفخامة، يمكنك أن ترى ذلك بنفسك. كان مرعبا. لم يتمكن أشجع الجنود من الاقتراب منهم ولم يستطيعوا الاقتراب منهم أبدا. ليس من الواضح أنهم أحياء أم أموات، بشر أم آلهة. نور شديد ينبعث من عيونهم، منظرهم مرعب جدا، مرعب جدا يا صاحب الفخامة، مرعب جدا. اخرس أيها الجبان. كفى يا ماتيوس كفى. لو أراد صاحب الفخامة أن يتفضل ويدخل الكهف بنفسه ليرى ذلك المنظر يا مولاي. كأنهم ليسوا بشرا يا صاحب الفخامة، ليسوا بشرا. أظن لو دخل الكهف جنود آخرون سيجعلون من هؤلاء آلهة. ما هذه الأوهام جوليوس؟ نعم يا صاحب الفخامة. تعال معي، لو بقي واحد من هؤلاء فقط على قيد الحياة لن أغادر هذا المكان أبدا يا جوليوس. لنذهب. اهدى يا سيدتي، اهدى اهدى يا سيدتي، لا تقلقي لا تجزعي، هدئي من روعك يا سيدتي. إلهي كن في عونهم، إن ديوكليتيانوس ليس كالباقين، سيعتقلهم بالتأكيد. كل شيء هو بيد الله. لو وقعوا بيد ديوكليتيانوس وجوليوس فإنهما لا يرحموا. لا تقلقي يا سيدتي، فبما أن ماتيوس وكلوديوس لن يتمكنا فإن دقيانوس أيضا لن يتمكن. أصبري أصبري لنرى ماذا سيحدث. لندخل يا جوليوس. هيا.
إنه كلب. عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. اهدأ يا مولاي. يا صاحب الفخامة استجيب الآية. يا صاحب الفخامة لا تتقدم. يا صاحب الفخامة، يا مولاي، كن حذرا. ماذا حدث يا صاحب الفخامة؟ ماذا حدث؟ قل شيئا يا صاحب الفخامة، كأنهم سحروا. إنني أخاطبكم، ماذا رأيتم داخل الكف؟ تكلم يا صاحب الفخامة، ماذا فعلوا بكم؟ أسحروكم؟ هناك، سدوا، لقد رأيتم. سدوا مدخل هذا الكف، سدوا مدخل هذا الكف. سنفعل ذلك بالتأكيد يا مولاي. ليدفنوا أحياء. سدوا مدخل هذا الكهف ليدفنوا أحياء. لا تفعل ذلك يا أبي، لا تفعل ذلك. أرجوك يا أبي، أرجوك يا أبي، أرجوك ارحمني. اذهبي من هنا يا هيلين، اذهبي من هنا. أرجوك أرجوك يا أبي. قلت اذهبي من هنا يا هيلين. عفو عنهم. أرجوك يا صاحب الفخامة، ليس لدينا أحد سواهم. إن أصررتم على ذلك أكثر سأدفنكم أحياء مع أولئك الخونة. أبعدوهم عني، اذهبوا من هنا، اذهبوا. هيا ادفننا نحن أيضا معهم. خذوهم من هنا. لا أريد الحياة، لا أريد الحياة، لا أريد الحياة، لا أريد الحياة، لا أريد الحياة. لا أستطيع العيش من بعد. يا ماتيوس. نعم يا مولاي. حاصروا هذا الجبل بعدد من الجند ولمدة 3 أشهر حتى لا يأتي أحد لإنقاذهم، فهمت؟ سمعا يا مولاي. كروتوس. نعم يا صاحب الفخامة. أصدر أوامرك بإعداد لوح تحفر عليه قصة هؤلاء الخونة، وضعوه على الكهف ليكون عبرة للآخرين، أفهمت؟ أمرك يا صاحب الفخامة. جوليوس. نعم يا صاحب الفخامة. ابعث رسولا إلى الإمبراطور ليبين له نهاية هؤلاء الخونة، أفهمت؟ سمعا وطاعة. لنعد. لقد كان مشهدا مرعبا.